هنا محافظة القاهرة، احنا دلوقتي موجودين في وسط الناس في وسط ميدان رمسيس. شفنا عبر المواقع الإلكترونية وشفنا كمان في الشات المصرية وشفنا عبر وسائل الإعلام الناس بتتكلم عن مبادرة كلنا واحد، كلنا واحد، توجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت رعاية السيد وزير الداخلية، واحدة من أهم المبادرات في جمهورية مصر العربية، ألا وهي التعاون مع الناس بإيد مصرية بشباب جامعية موجودين النهاردة حضراتكم. الناس مبسوطة والناس زي ما شايفين حضراتكم، بعض القنوات المغرضة اللي بتبث للناس وتقول لهم ده الناس بيتعاملوا وحش، ده الناس واقفين طوابير، ده الناس واقفين صفوف، ده الناس واقفة عشان تاخد البطاقة. بطاقة ايه ده؟ 3 كيلو وربع ب 20 جنيه النهاردة، واحدة من أهم المبادرات في جمهورية مصر العربية ألا وهي مبادرة كلنا واحد. كلنا واحد النهاردة زي ما شايفين حضراتكم، هننقل بقى بكاميرا أمن مصر بالصوت والصورة، هنشوف حضراتكم كل حاجة، هنكلم الناس وهنشوف الأوزان عاملة ايه، وهنساعد الشباب الجامعية اللي بتاخد مقابل مادي بسيط إنما هو عمل تطوعي جامعية، هنشوفه كلنا دلوقتي. الناس كلها واقفة، الناس واقفة في أدوارها، عندنا الإدارة العامة للمرور عاملة صدادات هنا موجودة معانا هنشوفها، الكاميرا هتعرضها معانا، الناس داخلة والناس خارجة، حالة هادية، حالة من النظام سائد هنا في محافظة القاهرة. مش عايزين نسمع للقنوات المغرضة، مش عايزين الناس دايما تقعد تتكلم وتشوف اي ازدحام يقول لك بص مصر عاملة ازاي. الازمة تغلبت عليها وزارة الداخلية، مبادرات كتير قوي بتعمل وزارة الداخلية، انما كان لازم نحضر النهاردة، كان لازم نوري الناس النهاردة والناس تشوف على الطبيعة امن مصر موجود في سرداق زي ما انتم شايفين حضراتكم، في كمية هائلة، في اطنان النهاردة من البطاطس. جينا وحضرنا وقلنا لازم نكلم حضراتكم بقى، لازم تشوفونا ولازم نتكلم مع الناس، ولازم الناس النهارده كمان زي ما متعود معاكم بنبث لهم الطمأنينه، بنقول لهم احنا ما عندناش ازمات في مصر، احنا ما عندناش مشاكل في مصر، اي حاجه بفضل الله. القياده الحكيمه، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الداخليه والسيد وزير الزراعه وشرطه التموين، كل الناس متكاتفه، كل الناس النهارده بتكلم بتقول احنا ما عندناش ازمات في مصر، اي ازمه بفضل الله احنا قادرين عليها ان شاء الله. ونشوف الشباب الجامعيه ونشوف الاشوله والاطنان المتواجده النهارده. على فكره في اماكن كتير جدا، انا تواجدت النهارده عشان دي المنطقه اللي يعني اللي بتكون وسط البلد كلها، هي بتربط كل المحافظات النهارده. ميدان رمسيس اللي قدامكم هنا المكان السرداق بيقام بجوار مسجد الفتح في ميدان رمسيس. يلا بقى نرصد بالصوت والصوره ونشوف الناس عامله ايه ونشوف الجو عامل ايه. اغاني وطنيه والناس واقفه بانتظام، مش الناس واقفه توابير زي ما بتقولوا، اطنان هتكفي ان شاء الله وممكن كمان تزيد. والساده حراميه الحروب اللي دايما بقول عليهم انتوا حراميه الحروب، دايما يعني بتحجبوا السلع التموينيه عن المصريين وانتوا بالفعل مصريين، لكن خلينا الاول ما نتطرقش للكلام ده، خلينا نعيش مع الناس اللحظه والاغاني الوطنيه ونعيش مع السرداق الكبير زي ما انتم شايفين حضراتكم. ويلا نتكلم مع الناس ونشوف هنعمل ايه في امن مصر. يا حبيبتي